أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن إبراهيم عليه السلام عندما أراد ذبح ولده إسماعيل وسوس الشيطان له 3 مرات وكان كل مرة يرميه بسبع حصيات، وهذه الأماكن التي رماه فيها هي الجمرات 3 في ميناء؟ هكذا يروى والله أعلم. نعم هكذا يروى والله أعلم، أنه يعرض له ثم يرميه بالحجارة في هذه المواطن، فنحن نحيي هذه السنة. نعم.